رح يبقى وطننا الملاذ الأول والأخير والوحيد إلنا. صرت أنا الأب والأم لأولادي الثلاثة. يبلاكي في قتلك مأواكي. البكي والحزن والقعدة إيدي على كفي. ما حد في حالي. بابا إيده مشلولة ومن وقت ما بلش الحصار جبت معك نقاط. شكو هذا الرجال وبابي يشكو أليس هناك أياد تدق علي أنا. بس بيبقى للوطن شو أقوله. جدايل وبكل جديل حكاية بنت سورية. مر 3 أشهر على دخول عناصر تنظيم الدولة الإسلامية لناحية تل حميس بالجنوب الغربي من مدينة القامشلي. حملت هنوف ولادة وقررت تزور أهلها بالقرية لأول مرة بعد ما دخلها التنظيم. وصلت على كراج القامشلي لأركب الباص الرايع على الضيعة. ضيعتنا بعيدة حوالي 10 كيلومتر عن تل حميس. تفاجأت كل النسوان عم بيسألوا بعضهم جبتي معك نقاب؟ قمت قربت من وحدة منهم وسألتها ليش النقاب؟ شو ما عم بتشوفي أخبار؟ أكيد ما عم تشوف تلفزيون، لو كانت عم تشوف ما كانت سألت هيك سؤال. حسيت إنه ما في فايدة من الحكي معهم، وبدل ما يعطوني جواب على سؤالي بلشوا يستغربوا ويتمسخروا. طلعت على الباص وشفت ورقة مكتوب عليها لدينا نقاب للراكبات، وبدون ما انتبه طلعت على حالي بالمراية واستغربت كمان. ما أنا لابسة حجاب، ليش لازم ألبس النقاب؟ التفتت على الشوفير يلي كان عم يشغل الباص ولنطلع وسألته أخي ليش كتبت هاللوحة؟ أختي مشان لما نصل على حواجز التنظيم، تنظيم داعش يعني، ما نعلق بمشكلة، لأنه إذا في نسوان بدون نقاب فساعتها حيوقفوا الباص ويبلشوا فينا محاضرة دينية للنساء عن الحجاب وأهمية النقاب. شان هيك واختصارا للوقت جبت معي شوية غطية سوداء شان يلبسوهن النسوان اللي مو لابسين نقاب، وكمان بجيب معي الهويات تبع اخواتي وامي، لانه اذا معنا راكبة ما معها محرم فكمان حنعلق بمشكلة تانية ويمكن ما يخلوها تكمل السفرة. فبعطيهن هويات اهلي وبقول انهن معي وبريح بالي. انت مسافرة لحالك ولا معك حدا؟ معي ولادي. مشي، حاعطيكي نقاب وهوية اختي وخبرهن على الحاجز انك مسافرة معي مشان تشوفي ابوكي. بهالوقت كان الباص صار برات القامشلي متجهين لتل حميس. الطريق كان كتير هادي شوي، وطالع الشوفير كيس أسود وناولنا إياه وطلب مني أخذ النقاب، ودوروا على باقي الراكبات. بسرعة لبست النقاب وأخذت الهوية تبع أخت الشوفير ومسكتها بإيدي وقريتها. أخته صبية بالعشرينات من العمر واسمها فاطمة. أنا هلأ صرت فاطمة، صرت هاي البنت لا أقدر أوصل لأهلي. ضميت أولادي لحضني بقوة واتطلعت على النسوان يلي عم يلبسوا النقاب وبعيونهم في خوف وقلق. التفت الشوفير علينا وسألنا إذا حدا مسافرة بلا محرم. ردت عليه خالي ختيارة وقعدة بالآخر وهي عم تضحك، يعني معقول يكون عندهم مشكلة مع ختيارة مثلي؟ رد علي الشوفير معليش خالتي، خدي هاي هوية عمتي وبلا ما نتأخر على الحاجز. بهالوقت كنا وصلنا على حاجز لعناصر التنظيم. خفف الشوفير من سرعته ووقف. ضميت ولادي لحضني بقوة وحسيت دقات قلبي تسارعت وأنا عم شوفهم من تحت النقاب. كانوا 4 أشخاص. قرب واحد من الباص وفتح الباب. ضخم بال40s من عمره، لحيته طويلة وكثيفة وحامل رشاش على كتفه. أخذ هوية الشوفير وسأل إذا في حدا من النسوان مسافرة بلا محرم. الكل سكت ولا وحدة فتحت تمها. فحاكى الشوفير وقال لا أخي الكل معهم محرم، شوفت عينك، وهون أختي هي ولادها مسافرة معي مشان تشوف أبوها، ويلي بالمقعد الأخير هي عمتي كمان جاي تشوف الوالد لأنه اشتاقت لأخوها. كان الرجال عم يطلع فيه بنظرة ثابتة وكأنه عيونه رح تفوت تحت النقاب. حسيت إنه الوقت وقف وقلبي كمان وقف من الرعبة. بعدين سكر الباب وقال امشي. هاي الكلمة كانت كفيلة إنه كل يلي بالباص يرجعوا يتنفسوا براحة. الكل كان متوتر وخايف مو بس أنا. جيت بدي شيل النقاب قام صرخ علي الشوفير وقال طولي بالك اختي لسه في حاجز تاني، شفتوا كيف نفذنا بسرعة؟ هاد كله لأني جبت النقاب معي،
لولا هيك كنا لهلا واقفين بالشمس عم نسمع محاضرة وناكل بهدلة. رجعت هنوف النقاب وهي عم تتمنى إنه تنتهي زيارتها بسرعة. ضحكت بينها وبين حالها على الشوفيرية اللي قدروا يلاقوا طريقة لحتى ما يوقفوا ويعملوا طوابير على الحاجز، وكانت عم تسأل حالها يا ترى لازم ألبس النقاب بس لحتى أرضي داعش؟ ولساتها عم تدور على الجواب. رح يبقى وطننا الملاذ الأول والأخير والوحيد إلنا، صرت أنا الأم والأم لأولادي الثلاثة، يبلاكي في قتلك مقواكي، البكي والحزن والقعدة إيدي على كفي. ما عاد سيدي بابا إيده مشلولة ومن وقت ما بلش الحصار جبتي معك نقاط. شكو هذا الرجال وبابي يشكو أليس هناك أياد تدق علي أنا، بس بيبقى للوطن شو جدايل. وبكل جديل حكاية بنت سورية. هذا البرنامج من إنتاج سوريا ل 2016 بالتعاون مع شبكة الصحفيات السوريات ومدونة المرأة على موقع مكتب دمشق.